الله شغلة العداد بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يعني مكشوفة هي بين الله جل في علا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، مو يعني ما بينهم حاجز على أن الله سبحانه وتعالى يعني مكلف الملائكة بيحسبون الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. والله بالقرآن يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الوالد سيد وستاشم سيد أحمد رفع وزيرنا بشيخ الطريق رفع الصوفية كان درس المنصورية يقول إن اللي يصلي على سيدنا محمد لما صلى عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته جميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة إن ذكر اسم أمه وأبوه. فهي العداد يعني ما الحين هو مصفر، بس منشوف المرأة أو رجل اللي كانوا ذاكرين الله فيه كم العدد. الله كم؟ 60. سبحان الله 60. يا رب يا رب احنا نكمل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بالدقيقة 100 مرة. لا اله الا الله انا حسبتها. لا اله الا الله 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 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حميد على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين.